إذا المشاهدين شفنا كيف الفرحة تعم أرجاء الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي كله فرح بهذه المناسبة، ومثل ما قلنا هناك العديد من الفعاليات المصاحبة طبعا اللي حتكون بهذه المناسبة، والمملكة العربية السعودية أيضا مشاركة بهذه الفعاليات. صحيح، تكون الاحتفالات راقية برقي، أكيد تعبر عن أيضا مجتمع راقي، واحتفالات أيضا السعوديين هناك كانت جدا رائعة وأيضا راقية. بالفعل. صحيح. انتقالا مشاهدينا إلى موضوعنا الثاني، موضوعنا الأول عفوا نبدأ في حلقتنا اليوم، فقرة الصحة تاج. يعتبر مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز من أكثر الأمراض انتشارا في العالم، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الإصابات في المرض في العالم بحوالي 60 مليون حالة منذ بداية اكتشاف الفيروس وحتى نهاية 2003، توفي منهم أكثر من 20 مليون. ويعتبر اليوم العالمي للإيدز مناسبة لحث الناس في جميع أنحاء العالم على إذكاء الوعي بوباء الإيدز والعدوى بفيروسه وإبداء تضامن دولي من أجل التصدي لهذا الوباء. وهذا اليوم من أبرز الفرص لتوعية بحالة الوباء ورعاية المصابين به نفسيا واجتماعيا. وسعدنا اليوم تكون معنا في حلقتنا الأخصائية الاجتماعية الأستاذة ميساء أسامي. أهلا وسهلا فيك أستاذة ميساء. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله في هذا الموضوع. يمكن المهم جدا أنه يكون في توعية أكثر في هذا الموضوع. لو بدأنا بالحديث عن نفس مريض الإيدز نفسه، طبعا بنلاقي أنه في تخوف كثير تجاه هذا المرض، سواء من الأسرة، أسرة المريض، أو حتى المريض نفسه. يمكن بيصاب بالقلق، بالتوتر، حالته النفسية بتتدمر كثيرا. قبل ما نتكلم عن كيف هو ممكن يعامل المجتمع بردات فعل ممكن عنيفة، أو المجتمع كيف ممكن يتقبله وكيف يعامله أو حتى أسرته، خلينا نتكلم عن نفس هذه الحالة النفسية اللي ممكن يعاني منها مريض الإيدز. كيف ممكن بيكون يعني عندما أكيد يصاب بهذا المرض أكيد ردة فعل عنيفة حتكون؟ خلينا نحكي شوي عن هذه الحالة النفسية. صحيح، المرض هو نقص مناعة، فيعني مرض أول شيء هو كتير شائع للأسف وموجود كتير مع كل المحاولات المجتمعات للتغطي على هالموضوع، بس هو للأسف موجود كتير. فأول شيء المريض بيعاني حالة نفسية تعبانة كتير، لما بيعرف بالموضوع بصير في عنده مثل صدمة. يعني ما بتقبل الموضوع نهائيا أول شيء، فبتصير عنده حالة نفسية سيئة كتير، بصير في ارتباك، لأنه أصلا المرض بيأثر على الجملة العصبية، بيعمل صداع، بيعمل ارتخاء بالعضلات، فيعني اصلا المرض بيأثر على الجمله العصبيه. نعم. ونفسيا المريض بيعاني كمان من هالموضوع، فما بيتقبل نهائيا، بصير بيحاول ينعزل عن العالم الخارجي تماما. بتصير تصرفاته السلوكيه مسيئه له بالبدايه وللاخرين يعني كمان. نعم صحيح. يعني كثير بتصير نفسيته بتتدنى، معنوياته بتصير بنقوله صفر، فدائما بصير بيلجأ يعني. هلا نحن ما فينا نعمم النتائج اللي بتصدر، لأنه نحن عم نحكي عن نفس بشرية، ما فينا نعمم، بس نحن اللي ما نخاف منه يعني بما أنه هي ظاهرة اجتماعية طبية واجتماعية، فاللي ما نخاف منه بس أنه تصير في ردات الفعل العنيفة. هذا أكثر الشيء بيخوف. ممكن يجي منه ردات فعل عنيفة بتأثر على الآخرين، بتأثر على هو وبتأثر على المحيط اللي حواليه مثلا. طبعا هلا هو ممكن الحاله النفسيه السيئه اللي صارت عنده تعطي رده فعل على نفسه، على جسده مثلا، هو كان عايش بحياه مرفهه، فلما انصاب بالمرض مثل اللي عملت له هي الصدمه، كيف بدي ارتباك كبير، فممكن يحاول ينتحر. ممكن يحاول تكون رده الفعل تمرد على المجتمع. ممكن يعني ما يخبر العالم انه هو مصاب بالمرض، ويحاول ينقل المرض للاشخاص الاخرين الموجودين. صحيح. بالمجتمع، فهو يعني بهيك عم يحس حاله عم ينتقم من المجتمع. ممكن يحاول ينتقم من الاسره نفسها. صح. اذا كان اصلا في امور اسريه. ايوه، ومثلا اذا انتقلوا عن طريق مثلا على فرض المخدرات، فهو بده يبري نفسه مثلا، يقول له بسبب اهمال اسري او شيء، فممكن يحاول ينتقم من الاسره. تجي رده الفعل على الاسره، يحاول يعني يعمل اي سلوكيات بتخلي منظر الأسرة اجتماعيا مهين سيء جدا. سيء يعني، فبتكون ردات الفعل مختلفة تماما. ردات الفعل يعني أيضا تكون بسبب المجتمع غير متقبل للمرضى بهذا الشيء. طبعا طريقة انتقال المرض يمكن محدودة بطرق معينة غير للناس يعني في بالها، مثلا أكيد ما حينتقل بمجرد المصافحة أو بمجرد الأكل من نفس الملعقة أو الشوكة، يعني في طرق معينة طبيا معروفة، لكن يمكن قلة وعي المجتمع بهذه الطرق، هل هذا أيضا سبب من الأسباب اللي بتخلي المريض شوية يكون عنده ردة فعل عنيفة مثل ما ذكرت، لأنه عارف تقريبا طريقة تقبل الناس للمرض سيئة يعني؟
صحيح، نحن هون لازم يكون في عنا توعية اجتماعية ويعني توعية للمجتمع وتوعية للأفراد نفسهم، توعية ببلش مننا نحن، لأنه بالفعل أول شيء بيتوارد لذهن المريض مع طبعا خوفه من الموت ومع هاي الأمور هو ردة فعل المجتمع. فهو بيعرف أنه حينظروا له نظرة إجرامية قولا واحدا، ما حيأخذوا أي أسباب أخرى، مع أنه هو ممكن ينتقل يعني بعدة طرق، ممكن عن طريق الإبر، عن طريق نقل الدم بيكون الدم فاسد، بس أنه مجرد حدا يعرف أنه معه هذا المرض المجتمع حينظر له نظرة إجرامية. نحن لازم نبلش عنا يعني مهمة تهيئة المجتمع والفرد، فمنبلش من حالنا، منبلش بسلوكياتنا، بعدين بسلوكيات الأسرة، بعدين منجي للمجتمع بشكل عام. يعني إذن هنا نبدأ من كلامك أستاذ ميساء، أنه نبدأ بشكل عام من الأسرة بداية، أنه كيف مثلا نخلي الأسرة تتدرب كيف ممكن تتعامل ويصير عندها وعي أكثر كيف ممكن تعامل هذا المريض الإيدز، لأنه حتى الأسرة نفسها بتكون نفسيتها كمان مدمرة، بتكون ما هي عارف كيف تعامل هذا المريض. صحيح مزبوط، الأسرة هي دائما سبحان الله المتلقي الأول لأي ظاهرة اجتماعية أو ظاهرة فردية، لأنه بالنهاية هو الفرد أول شيء بيطلع منها الأسرة هي. صحيح. فبتجي عليها أول شيء كل الأمور كل النتائج. هلا هي هون عنا حالتين، ممكن يكون تقبل الأسرة تقبل سلبي، وممكن يكون تقبل إيجابي، وهذا طبعا بيعكس كتير على نفسية المريض. إذا تقبلوا تقبل سلبي فحتتحول من ظاهرة مرضية لظاهرة واجتماعية لظاهرة حتى أسرية، يعني ممكن يصير في طلاق، ممكن يصير في حالات يعني تتفاقم المشكلة أكثر. أما إذا تقبلوا بطريقة إيجابية فهنا بالمقابل حيعطوا دفع معنوي للمريض، حيخلوه يتعايش مع المرض. في ناس بتتعايش مع المرض مدة 20 سنة، حتى هلا مع تطور الطب يعني عم يوصلوا ل 30 سنة، 30 عام. يعني إذا بدنا نخلي مثلا الأسرة أخذت الموضوع وعملوا عليه فورا مثلا للمريض حجر صحي، 30 سنة حجر صحي فظيع يعني. لازم يعني إذا كان في توعية وفي ثقافة أسرية الأسرة بتاخذ الموضوع تم خلاص، يعني لازم نتقبل الواقع ونتعامل معه بإيجابية لنحول هالفرد هذا من شخص سلبي. حتى بالنسبة للعلاج يعني في الدول المتقدمة علاجه سهل، صار مثل علاج إنفلونزا، فصار في علاجات مع تطور الطب الحديث أيضا. هو بالنهاية مرض مزمن يعني هو، بس نحن نحاول ما نحوله لمرض اجتماعي يعني. ممكن يعتمد على طريقة انتقال المرض، إذا كان مثلا علاقات غير شرعية أو مخدرات وقتها يمكن تقبل الأهل حيكون شوي غير لو كان بطريقة الخطأ نقل دم أو بطريقة إبر ملوث. صحيح. لأن إحنا خلينا يعني ننصح الأسرة إنه في حال لا سمح الله نتجت عنهم هي الظاهرة هاي، لقوا عندهم مريض بالإيدز، نتعامل معه بطريقة إنسان طبيعي، نعطيه دفع معنوي لحتى يكمل الحياة بطريقة طبيعية. بالعكس ممكن يكون إنسان منتج بالمجتمع، ممكن يتحول هو يكون أصلاً شخص له سلوكيات سلبية، تصير يجي المرض يعمله نقطة تحول، يتحول لشخص إيجابي كتير، يعني ممكن حتى يبدأ. يعني دائما الأسرة إلى الدور الأكبر حتى في ناحية، بس يصير هذا الموضوع مثلا بالأسرة ممكن الأسرة تأخذ اجتماع، يعملوا اجتماع يصارحوا بعضهم، يتفقوا على نوعية التعامل معينة مع هالشخص هذا وينصحوا باقي الأفراد. يعني بيكون كتير من الأسر بتلاقي مثلا ممكن يغيروا بيتهم، ينتقلوا، بيحسوا أنه صار في مهانة اجتماعية، حيتعرضوا كتير لحكي من العالم، حيتعرضوا لرفض المجتمع لهي الفكرة، بس لازم هن يتعاونوا ويكونوا مع بعضهم يعني بالدرجة الأولى أنه لا ظاهرة وحدثت، لازم المجتمع يتقبل والأسرة لنساعد هالفرد أنه يكون شخص إيجابي، يعني يدعموا بعضهم البعض. وحتى أيضا يمكن أستاذة ميساء في العلاج كمان، مو بس في الناحية النفسية والاجتماعية، في أخذ العلاج أيضا يعني تشجيعه نفسه، يقول لك هو من كثر الصدمة أنه كيف أنا أخذ علاج أنا ما عندي مرض، فلا أيضا تشجيعه على أخذ العلاج. طبعا في كتير مرضى بتصير مثل ما حكينا أنه الصدمة بتعمل عنده رفض، صح، ما بده يتعالج، ما بده أي شيء، خلاص بده يلجأ لأنه مثل ما بيقولوا موت اجتماعي. يعني مع الوقت خلاص بيرفض أي نوع من الإيجابيات. لهيك نحن الأسرة وفي ناحية كمان الأصحاب كتير بيأثروا إيجابيا على الشخص المريض وبيأثروا بالمجتمع. نحن لازم نغير هالصورة هاي اللي معروفة يعني أنه مرض إيدز سلوكيات غير شرعية، لا إيه الموضوع مو هيك. يعني المجتمع يتحمل اتوقع دور شوي في رد فعل المريض نفسه، لانه ردات فعلهم السابقه هم شايفين يمكن هم نفسهم كانوا يمكن ما هم متقبلين اشخاص مثل ما ذكرتي يعني مصابين بهذا المرض. صح. اتوقع المجتمع يتحمل دور، لذلك يمكن صار في توعيه اكثر بالموضوع، طرق انتقاله وحتى انه كيف علاجه مهم، وجود هذه يمكن الاشياء التوعويه الموجوده الان، اصبح في وعي اكثر للمجتمع بالمرض. صحيح، في بيقولوا التخبط على المشكلة يعني بيئة المشكلة بيساعد لتفاقمها، تتحول لوباء،
لازم المجتمعات، وباء موجود، منظمة الصحة العالمية أقرت أنه بمعدل كل 3 دقائق في حالة وفاة بمرضى الإيدز. نعم. فمشكلة موجودة موجودة، لازم يكون في هذا الوعي الكامل والثقافي لنساعد المريض، ونحن هي نظرة الرفض التامة أو التعبير بأي شكل من الأشكال عنها الرفض لها المرض هذا، نحاول قدر الإمكان نخففه ابتداء من نفسنا وللمجتمع وللأسرة. المجتمع كتير له الدور الكبير بتحول هالمرض هذا لظاهرة شبه طبيعية. نعم. بيوع عليه عاتق تأمين الطبابة اللازمة، الأدوية اللازمة، العقاقير اللازمة لهذا الموضوع. بيوع عليه على المجتمع مهمة تأسيس مؤسسات، دعم المؤسسات الاجتماعية، دعم المؤسسات الخيرية اللي بتعتني بهالمرضى وبالمريضين. نحاول نعمل دورات تثقيفية نستفاد من خبرات الأشخاص اللي هن هلأ مصابين بالمرض. لما نحن بدنا نوصل حالة نفسية ممتازة وتعايش مع المرض، فحيصير هذا الشخص شخص إيجابي بالمجتمع، حولناه من شخص سلبي شخص إيجابي. صحيح. لازم نتقبل أنه أي حدا موجود بالمجتمع، أي فرد من أفراد المجتمع، هو بالدرجة الأولى قولاً واحداً لازم يكون، يعني نحاول يكون إيجابي بالفعل شخص إيجابي. هذه مهمة جداً، وهذه يمكن مثل ما ذكرنا دور الحملات التوعوية اللي لها دور كبير في هذا الجانب. خلينا نأخذ يعني هذا المثال معنا عبر الهاتف. أم عبد الله وهي مصابة بهذا المرض وفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، لتحدثنا أكثر عن تجربتها وكيف تعايشت مع التجربة. أهلا وسهلا فيك أم عبد الله. مساء النور، حياك الله معنا في برنامج حياتنا. يعني كيف معكم؟ طيب بخير الله يسلمك ام عبد الله. شعري. ايوه تفضلي، ايش احكي لنا عن تجربتك ام عبد الله. يعني ذكرنا وقاعدين نتكلم مع استاذه ميساء انه فعلا بتكون رده الفعل يعني اكيد فيها انهيار، فيها توتر لنفس المصاب ولافراد اسرته ايضا. انت احكي لنا عن تجربتك اول ما سمعتي بهذا المرض وكيف تعايشتي مع هذا المرض. تفضلي. أول ما تلقيت أنا مصابة من جوزي وعندي 8 أوطان. من متى مصابة أم عبد الله؟ الآن لي 12 سنة. 12 سنة. طيب كيف تعايشتي؟ عايشة مع المرض. أول ما تلقيت إصابتي تأثرت وتعبت، ولكن قلت الحمد لله على كل حال. يعني حمدت الله وشكرته على قدره. ان شاء الله يعني الحمد لله الله عاني يعني الحمد لله. كيف انا نعم. وجدت احتواء من اولادي من المستشفى اللي هي الجهه المختصه من الكادر الطبي ما شاء الله، يعني باخذ علاج والحمد لله ما شاء الله من اولادي من الاهل من الاقارب. كيف كان رد الفعل ام عبد الله من الناس اللي حواليك؟ يعني كان في تقبل في البدايه وحسيت شوي المجتمع لسه ما كان واعي اكثر؟ في البدايه لا، قبل 12 سنه ما كان في تقبل ابدا لا من المجتمع ولا من الاقارب، بس يعني اكثر ما احتواني المستشفى. وكان في عندنا جلسات دعم في داخل المستشفى وبعدين في الجمعيه، والحين لها تقريبا حوالي 6 سنوات ما شاء الله. فالحمد لله انا كنت يعني انا 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 يعني قلت خلاص انا اصبت، يعني ليش انا اني استسلم؟ صحيح. خلاص انا احارب الفيروس، احارب الفيروس بصبري بصبري واحمد الله واشكره على كل حال. واهم حاجه كان افكر فيها اولادي. طب ام عبد الله فقدوا ابوهم ما يفقدوا امهم. طب ام عبد الله اخذتي يعني العلاج ايضا فيها إشكالية كثير من الناس المصابين أو المرضى المصابين بهذا المرض، احكي لنا عن الناحية العلاجية وهل أنت ملتزمة بالعلاج؟ لا الحمد لله، مع 6 سنة ملتزمة بالعلاج، مناعتي 600، الفيروس صفر، الحمد لله. يعني من خواتي من أخواني من أولادي محتوين ومتعايشة مع المرض وأولادي سليمين، الله أكرمني في أولادي سليمين الحمد لله. وعايشة مع المرض زي السكر طبيعي. ما شاء الله تبارك الله. الله قدر وراد ما شاء الله. أكيد. نعم. طبعاً يديك ألف عافية أم عبد الله على مشاركتك معنا اليوم، مشاركتك للتجربة اللي أكيد مريتي فيها، ويديك ألف عافية والله دم عليك إن شاء الله صحة والعافية. شكراً لك. آمين إن شاء الله. أكيد الله يشفيك يا أم عبد الله. طبعاً جميل جداً يعني. آمين. آمين. وأتمنى للمجتمع، أتمنى للمجتمع بالنسبة للشباب للشباب والشابات لا ينحرفوا عن الطريق. نعم. مجرد الواحد يعني انقطع الاتصال مع عبد الله.
أكيد يعني المجتمع لابد أنه مثل ما قالت يعني هي ما شاء الله نموذج مثالي تعتبر أستاذة ميساء كونها تقول 12 سنة ومستمرة بالعلاج ومتوكلة على رب العالمين. يعني هو مثل ما قلنا مرض مزمن مثله مثل مرض السكر، واحد خلاص يتعايش مع هذا المرض حتى يتغلب عليه مثل ما نقول، حتى أو يتكيف، نقدر نقول يتكيف مع هذا المرض، يتعايش معه بالشكل الصحيح. ومثل ما قلنا أنه مثل ما قالت كمان أم عبد الله أنه دور الشباب بهذا الجانب، إيش رأيك؟ طبعاً نحن مثل ما منخاف بالدرجة الأولى على الشباب بأي ظاهرة موجودة بالمجتمع، كمان بالمقابل مندعيهم لأنه هنن يكونوا من أهم الأسباب يلي بتوقف أي حالة اجتماعية معينة أو حالة مرضية أو شيء. بنعتمد على طاقاتهم الكبيرة، أكيد هن الأكثر حدا ممكن يقدر يعطي دعم لأي مريض بأي مرض كان، يعني كان إيدز أو غير إيدز. دائما جيل الشباب هو جيل اللي نحن عاقدين آمالنا عليه مثل ما بيقولوا، يعني ممكن هنا يكون عندهم أفكار كتير، ممكن يعملوا دورات ترفيهية، دورات تدريبية. دائما جيل الشباب عنده طاقات كبيرة، لازم نفرغ بهاي الطاقات بشيء إيجابي أحسن ما يروحوا الطاقات للشيء السلبي. وحابة أحكي فكرة إنه في كتير عالم بتخاف هلأ مثلا بتلاقي مريض إيدز ما بيسلموا عليه، ما بيخافوا ينتقل عن طريق السلام، عن طريق المصافحة، الأكل. ما في داعي لكل هذا الخوف، هو مريض مثله مثل أي مريض صحيح. موجود بهالمجتمع نتعامل معه، ندمجه مع المجتمع لنتقبل هالفكرة هي وخلاص نتعايش. يعني بالنهاية أي ظاهرة اجتماعية صحيح. طبية نتعايش معها. هذا الموضوع طرق انتقال مع الدكتورة سناء فلمبان مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. يا رسالة فيك دكتورة. علي مرحبا فيك يا أختي. يا رسالة فيك، أكيد سعيدين تكوني معنا اليوم في احتفالات أكيد اليوم العالمي للإيدز. طبعا طرق الانتقال والناس بتتخوف منها مختلفة كثير، لكن في البداية خلينا نتحدث عن شعار الـ أكيد الحملة التوعوية علاج مدى الحياة ووقاية من الحياة. أكيد تقام فعاليات اليوم العالمي للإيدز ويستهدف الشعار المتعايشين مع المرض. ما هي الخدمات المقدمة والرعاية الصحية للمرضى؟ طبعا الخدمات المقدمة من اللوائح الصحية للعلاج، وطبعا علاج متوفر للجميع كل الحالات اللي تحتاج إلى تبدأ العلاج وتوفر لها مجانا من وزارة الصحة. ولكن النقطة الأهم والباقي اللي تبقى دائما وفرنا نناقشها إنه مو كل شخص مثلا موجود الآن على قائمة العلاج هو فقط مصاب بالإيدز. متأكدين أنه يوجد حالات كثيرة هي مصابة بالإيدز لا تعلم عن إصابتها، أو أنها تعلم عن إصابتها ولكنها تتخوف من التقدم للحصول على الرعاية الطبية والعلاج. نعم جميل جدا. طيب لو تكلمنا عن الـ يعني طرق ناقل هذا الفيروس، كثير من الناس كما ذكرت قبل قليل الأستاذة ميساء، فعلا الناس بتتخوف انه تصافح اي شخص يعني مصاب بهذا المرض. كيف ممكن ينتقل هذا المرض؟ يعني كثير من الناس يخطر على بالهم انه في اماكن العمل او حتى اذا اكل مع شخص مصاب بهذا الفيروس ممكن انه ينتقل له. خلينا نوضح الصورة دكتورة سناء. المهم جدا احنا نبلغ الرسالة لافراد المجتمع انه التعايش اليومي في كل المجالات لا ينقل العدوى من الشخص اللي يحمل فيروس الإيدز إلى الآخرين. طرق العدوى معروفة عالميا وهي غالبا طبعا تتركز عندنا طبعا حسب الدول من طريق الاتصال الجنسي الغير محمي بأنواعه، أو من المشاركة في الحقن الملوث مثلا الإبر بالمخدرات، أو من انتقال طبعا العدوى من الأم الحامل إلى الجنين. نعم يعني وطبعا في تعايش في خلال كل مجال العمل، التعليم، الدراسة، مثلا المشاركة في الاحتفالات، في المرافق العامة، كل هذا ما في أي من الطرق اللي احنا قلت لك اياها، فبالتالي لا ينقل العدوى. ان شاء الله. طبعا اكيد كل الشكر لك دكتوره سناء على اتصالك معنا ومشاركتك اليوم، اكيد بجهودكم اللي بتبذلوها لوعي المجتمع ان شاء الله سيكون في وعي اكثر لديهم. شكرا لك. شكرا لك يا هلا. أكيد شكرا لك دكتورة سناء طبعا، وإن شاء الله الناس